نذهب الآن إلى أنقرة مع الزميل عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية. عمر، يعني بعد أن تحدث أردوغان وتحدث مسؤولون أتراك كثيرون، كيف هي الأوضاع الآن في المناطق المضارة؟ هل ربما ازدادت عمليات الإنقاذ من قبل الجيش مثلا أو قبل منظمات المجتمع المدني؟ أحمد، في الحقيقة قبل حوالي نصف ساعة حصلت هزة. في البداية اعتقد أنها هزة ارتدادية، ولكن كانت بمثابة زلزال جديد حصل في المنطقة المنكوبة في جنوب وجنوب شرق تركيا. على إثر هذه الهزة سقط العديد من الأبنية التي كانت متصدعة أصلا من الهزة الأولى التي حدثت، وسقط العديد من الأبنية في ديار بكر وفي ملاطيا وفي أورفا وفي هطاي. طبعا أعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة، والرئيس أردوغان أعلن بأن أعداد الضحايا ارتفع إلى 912 ضحية، وكذلك 5385 جريح، كما أكد بأن هناك 2818 بناء هدم في هذا الزلزال. كذلك إدارة الكوارث التركية عدلت شدة الزلزال الذي تعرضت إليه تركيا من 7.4 إلى 7.7، وهذا الزلزال هو الأكبر الذي يصيب تركيا منذ عام 1939، أي منذ زلزال مدينة أرزنجان الذي كان بشدة 7.9 درجات على مقياس ريختر. يأتي هذا الزلزال ليكون الثاني في الشدة وفي الكبر الذي ضرب مناطق جنوب وجنوب شرق تركيا. هناك الكثير من الأنقاض، هناك الكثير من الضحايا. حتى الآن طبعا الأرقام التي ترد لنا من الولايات التركية في الجنوب والجنوب الشرقي متفرقة، ولكن الأرقام الإجمالية هي التي زميل عمر. فقدنا إذن الاتصال بعمر أحمد، معنا الآن مرة أخرى من أنقرة، تفضل عمر. نعم، هذه الإحصائيات التي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس أردوغان، 912 ضحية، ولا تزال حاليا فرق الإنقاذ تعمل في المناطق المنكوبة وتحاول الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأبنية المتهدمة. لا تزال هناك أبنية حتى الآن تصلنا الأنباء أنها لم تصل إليها فرق الإنقاذ. نحن نتحدث عن 7 ولايات تأثرت بشكل كبير، و10 ولايات تركية تأثرت بشكل أو بآخر، إن كان بطريقة جزئية أو بطرق كاملة، يعني انهيارات كاملة للأبنية. هناك على سبيل المثال في أضنة قبل قليل تم الإعلان عن بناء من 14 طابق، تم استخراج منه 4 أشخاص على قيد الحياة، ولكن بالنظر إلى النفوس الموجودة حسب القيود أو حسب التسجيل الموجود، فإن هذا البناء كان يقطنه حوالي 92 شخص. هؤلاء الأشخاص لا يعلم حاليا هل هم جميعا كانوا في هذا البناء أم لا، ولكن الصورة حاليا تشير إلى أن الوضع الموجود في تركيا حقيقة مأساوي. وكما قال الرئيس أردوغان الذي أكد بأن أعداد الضحايا لا نعرف بالضبط إلى أين سوف يرتفع هذا الرقم وإلى أين سوف يصل أرقام أعداد الضحايا حتى الآن، ولكن الوضع الحالي يشير إلى أن المأساة ويعني الكارثة التي أصابت الجنوب والجنوب الشرقي التركي كبيرة جدا. نعم. لا يمكن بسهولة تحديد الأضرار والخسائر، كان الخسائر في الأرواح والخسائر المادية.